عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوتو بلوس اللي نوعدكم باش تكون سبيسيال كيما عودتكم. برشا من اللي تبعوا فينا يعرفوا اللي احنا سنة زدنا روبريك جديدة سويت على دوموند من المحبين نتاع أوتو بلوس والموتورات واللي هي أول مرة تصير في إميسيون من هذا في تونس اللي هي ليزيسي موتو. وعلى خاطرنا نحبوكم قررنا باش نعملوا حلقة كاملة سبيسيال موتو. دونك مانيش باش نبدا وحدي كالعادة باش يكون معايا محمد سيسي. اليوم جبنا لكم ان رودستير وجبنا لكم موتور تورينغ وجبنا لكم واحدة هيبر سبورتيف اللي هي لاسميلارير 2018. دونك تفرجوا معنا في الليسي متاع اليوم. في حلقة اليوم تعرفوا أكثر فيما يخص الصيانة والمراقبة الدورية على كراهبكم في لكونسي ميداس. باش تعرفوا السوم متاع ياماها تينيري 700 جديدة وأكثر معلومات على لوتريل في 85 تي تي متاع موتو جودزي في النيوز. حلقتنا اليوم سبيسيال موتو وين باش تكتشفوا فيها الفرق بين ثلاثة موتورات من أقوى ما خرجت بي ام دبليو في وليسي تاع الاسمي ليرير. هذا الكل مع ريبورتاج يهزنا للجنوب التونسي مع أكثر من 10 موتورات بين تطاوين مطمطة ودوز. مرحبا بكم، هذه أوتو بلوس سبيسيال موتو. مرحبا بكم في ميداس لو سنتر دونترتيان اوتوموبيل ملتي مارك. الباتري سي ان اليمون اسونسييل في الكهرباء. وفي لي باتري الى دوبل رول، الرول الاولاني باش تعطي لينيرجي نيسيسير للديمارور باش ينجم يخدم الموتور. وثاني حاجه الى اسيور لو بون فونكسيونمون تاع لي كومبوزون الكتريك في الكهرباء سورتو في لاري. الدوري دو في تاع الباتري تبدا ما بين 3 سنين ولا 4 سنين. ماذا بينا نتفقدوا الباتري نتاعنا دو طون زون طون شي ان سبيسياليست افيك ان تيستور دو باتري باش نجم يعطينا ليتا نتاعها والا نشوفوا الانديكاتور اللي على الباتري اللي هو يعطينا اكثر انديكاسيون على ليتا تشارج نتاع الباتري. Pour éviter les pannes de batterie, خاصةً كي بدا الطقس بارد, ماذا بينا ديما نعملو ان بتي سيركوي بالكهرباء مينيموم 25 كيلومتر باش ما نجمو نشارجيو الباتري. مش معناها الكهرباء نخدمو الكهرباء تبدا على بلاصتها, معناها الباتري تتشارجا. وماذا بينا كيف نجيو نبدلو الباتري نختار الموديل اللي يمشي مع كهربتنا, خاصة الكهرباء الجد فيهم برشا دي كومبوزون الكتريك ويكونسوميو برشا انرجي. وفي ميداس تلقاو عندنا لي باتري اللي تمشيو مع كهربكم. وننصحكم باش تتعديو الميداس باش نعملكم ان تيست للسيركوي دو شارج والباتري. اللي يبدلوا فيها على هذيك نحاو كلكو ديفو كيما الفيبراسيون برشا حاجات روستيلي والاسمي الاخر الاخرى اللي هي 2017 هي روستيلي اللي هي سنه يعني فاغ هذيك هذه الاخرى فيها الكادر تبدل وبرشا حاجات بوزيشن كوندويت وكل شيء. مي نحن حابين نوريو اللي بين الروستير والتورينغ وليبر سبورتيف فما برشا حاجات تتبدل ميم في السوق. داكور, واحنا اليوم شنو على انهي موتور باش نركزوا بالضبط اللي باش نعملوا بها ليسي؟ الموتور اللي هي اول مره في ليسي تاع اوتو بلس نجيبو اون هايبر سبورتيف اللي هي ليسميلارير 2018. الهايبر سبورتيف هذه يحبوها برشا على خاطر هذه يلعبوا بها في السيركوي برا. دونك فيها كيما قلت لك 200 شوفوف تري بويسونت, فيها شيفتر, فيها لا بي اس برو اللي هو ماهوش موجود في برشا موتورات, تراكشن كنترول, سسبنسيون تاعها الكترونيك.
دونك الموتور هذه يحبوها برشا سورتو للفيتيس و اسكو لي كونفورتابل معناتها سو روت يا با دو هايبر سبورتيف كونفورتابل على خاطر الهايبر سبورتيف اون شان كونسو ليجير دونك يخدموا بهم سيركويات نحن في تونس ما عندناش مالوغوزمون مي نحن نجمو نحوسو بهم ديجا هذه الوحيده في تونس موجوده ماذا عنا إنسل موتور اللي هي عنا اليوم في الليسي؟ بيان سور احنا ديجا الموتورات اللي جبناهم كل بريسك اونيك في تونس دونك ما فماش برشا موتورات في تونس فيو ما عندناش دي كونسيسيونير يجيبوا في الموتورات اي اوني تاكسي على 200% سي انورم بيان سور سي انورم دونك يحاولوا بشويه بشويه باش الليسي نتاعنا باللوتو بلوس باش نوريو اللي فما موتورات وناس تاخذ في موتورات وناس مغرومه بالموتورات فماش بشويه بشويه ما يطيحوا التاكس وهكاك يولي عندنا برشا موتورات ونجمو نسيركلو في البلاد بالموتورات اللي هو سي بلو براتيك سي فري سي بلو براتيك سورتو في لومبوتياج نتاعنا دونك نرجعوا للموتور نتاعنا قلت اللي هي بويسانت 200 شوفو شوفو فيسكالمون قداش دي شوفو يحطوا هنا في تونس خاطر مازلنا في تونس رانا جدد في حكايه الموتورات دونك مش صحاح الشوفوات اللي يحطوا فيهم مي براتيكمون نحنا في تونس كي يحط لك اون موتو 1000 سنتيمتر كوب يحط لك 10 شوفو الوغ كو هي مش صحيحه فهمت باهي وشنو هو الحاجات اللي سبيسيفيك اكثر في الموتور هذا هي لا بوزيسيون دو كوندويت نتاعها هايبر سبورتيف كيما قلت لك معناها موتور خاصيتها كل تاع فيتيس كيما قلت لك بور سيركوي لي روز نتاعها مش كيما الاخرين بيان سور لي روت نجم تبدلهم تركب دي بنو سليك عندك تبدل ميم لي بينيون بور لي فيتيس لو اخشن دايوغ من الاخرين اي بيان سور هذه خاطر ديما تلقى من تالي نجم تلقى فيها 255-17 ولا 250-17 داكور كيما تشوف هنا اس ميلارير خدمة برشا على التكنولوجي خدمة على تراكشن كنترول والكروز كنترول كروز كنترول هذا اللي هي الموتور تنجم تعمل بها ديبار ويدك على الاكسيليراتور افون بعد جوست سايب لومبراياج الموتور تطلع في اقصى سرعه نتاعها قداش الفيتاس دو بوينت نتاعها فوق 300 كيلومتر في الساعه ما لاف الا فيش 299 و دو 0 ل 100 en 3 secondes. Donc ظهر لي كملنا وانا في لو تور على الموتور وانا مونتري ان تو بيتي بو لا ديفيرونس بين ثلاثه موتورات دونك تو قعدنا كي نجربوها تو نمشيو نجربوها ونشوفوا لي بيرفورمانس تاع لي سميلير اما قبل ما نجربوها محمد على الكياس نمشيو مع بعضنا نشوفوا النيوز اللي هي الجمعه هذه زاده سبيسيال موتو ونرجع الاكتواليتي الجمعة هذه باش تكون سبيسيال موتو ونبداوها بموتو جودزي اللي عملت خدمة جديدة وإيفوليسيون في الجام تاع 2018 وأول العام هذا عرفنا أكثر تفاصيل على لوتريل إيطاليا لفي 85 تي تي اللي بدات البرودكسيون تاعو نهار 6 فيفري 2019 موتوريزي بار ان تو نوفو فيتوين 900 سنتيمتر كوب رفرودي بار اير اي بار وي وفيه بويسونس 80 شوفو لفي 85 تبقى اون موتو بازيك اتاي يومين وتحافظ على لي سونساسيون والإفيكاسيتي موتور ظهرت بشاسي غوج لي غرافيزم سبيسيو الماركة أعلنت أنه فما أكثر من 8000 دوموند ديسي في أوروبا في 85 مالو إلا لو كود يوزين ومش باش يكون هو اسم الموتور اللي باش تتباع على خاطر الماركة الإيطالية طلبت من الفان باش يقترحوا الاسم اللي باش ياخذوا الموتور وحتى التوا فما 5000 بروبوزيسيون ولي ريسبونسابل دو لا مارك باش يختاروا واحدة منهم الموتور هذي باش تهبط للسوق بسوم 11900 نورو نتعداو لياماها اللي أعلنت أخيراً على سوم الموتور اللي استناوها برشا العام هذا تينيغي 700 اللي باش تهبط بالفيرسيون ستاندار وان فيرسيون 35 كيلوات باللي تروا كولوغي ديسبونيبل سيراميك آيس كومبيتيسيون وايت وإلا باور بلاك لي ليفريزون لولانين باش يصيروا في جويلي 2019 لا تينيغي 700 نلقاوها أقوى من كي تي ام 790 ادفونتور بلو بيرفكسيوني اي بلو بويسونت بال 95 زايلة اللي فيها لي كوموند اون ليني باش يتحلوا نهار 27 مارس 2019 وسومها ما يفوتش 10000 نورو بالضبط 9700 نورو نتعداو لزيرو موتور سايكل اللي عملت العام هذا لو لونسمون دو نوفيل موتو الكتريك دو غروس سيلندري والا خلينا نقولوا دو هوت كاباسيتي 110 شوفو 200 كيلومتر الور سور روت فيرمي اون ايشانج لو كليون لازم يحط بين 20 و 26000 نورو سولون لي فيرسيون
le petit constructeur californien استعمل un nouveau moteur ZF7510 alimenté par une batterie ZF14.4. وهذا يخليها تعمل من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في 3.5 ثواني مع اوتونومي اون فيلت ماشي 259 كيلومتر وتنجم توصل حتى ل 320 كيلومتر كي تزيدوها الباور تانك. في الموديل بريميوم نلقاو لوبسيون شارج رابيد وين الباتري تتشارج في ساعة وثلاثة سوايع بالنسبة للموديل ستاندار نتاع ال اس ار اف. دوبل ديسك ايتريي راديو 4 بيستون شاسي توربيلير بنو سبورتيف ديزاين نلقاو فيه ايدونتيتي مودرن اي فورت وهذا يظهر في الفار. Les platines de repose-pied ou le bras oscillant مصورين بشكل مزيان. Les jantes نلقاوهم بنفس اللون نتاع الموتور. الفيرسيون ستاندر سومها اكثر شويه من 20000 يورو و 26000 يورو للفيرسيون بريميوم. نوفيو نيوز نتاعنا بالكونكور اللي عملو لامبورتاتور سويس دو هوندا نتاع لي 5 بلو بيل هوندا سي بي 1000 ار اون كولابوراسيون مع اكثر من جراج دو ديزاين. وكما تشوفوا قدامكم هذه الموتور اللي ربحت التيتر نتاع ازيان سي بي 1000 ار افيك لو كولوري كامو سي بنو بلوي سي بيتيت توش دو جون سي فورو اي جونت اون كربون كيفهم كيف لو دومي غيدون براسلي. خدمه كبيره خلتنا نكتشفوا ديزاين يونيك وخلت صورها تدور برشا بالليز انترنت. Pour une sortie vers le sud, d'Elbera, on a à peu près 650 km. Chez Tataouine, Toujène, Matmata, Tadina Adduiret, Chnani. Paysage magnifique. On a eu un climat magnifique. VIP Monter Msensi, nous avons eu un climat magnifique. On a eu une sortie vraiment très organisée. Afnachin pilote, Afnachin moteur. Assisté avec trois voitures, y compris une staffette, qui a des moteurs en panne, en cas où. Bref, on a aussi deux pilotes, pas des pilotes de réserve, entre guillemets, mais ils travaillent chez eux, ils travaillent. Vraiment, la destination vers le sud tunisien est une destination magnifique. On appelle tout le monde à venir vers le sud. L'autre est Moujoudine, le paysage Moujoud, les routes Moujoudine. اليوم ديستيناسيون توزر عملنا 12 جينا 12 البارح اون ديسيدي باش نبيتو في 12 لا بورت دو ديزير اون تونيزي اليوم اون ديسيدي دو بارتير ا توزر توزر سي اون اوتر ديستيناسيون اللي تحل ثنيه البرش حاجات اخرين دون لو سود بور فوا دوتر بيزاج دوتر جون اي لاتموسفير اي توجور تري اغريابل دون لو سود تونيزيان. الجروب عمل تقريبا 650 كيلومتر بين الجبل والصحراء والالوان السخونه من الساعه الاولى متاع الصباح وحتى لانتهاء الشمس. بعد ما عدينا الليله في دوز، النهار الثاني الاولاد الكل كانوا ملمومين الصباح باش يبدلوا ديستيناسيون. هكا الاولاد حاضرين الصباح، لبسوا ليكيبمون نتاعهم، حضروا الموتورات نتاعهم، توا باش ناخذوا ديريكسيون توزر. دونك نتلاقاو غادي في توزر باش نشوفوا الاولاد وين ماشيين. أثناش الموتور كانوا على نفس الخط باش نعيشوا معاهم ونشوفوا دي بلان اخرين وديكور من احلى ما فهم. وين الرمل ونخلوا لي ديون تصاور حلوه يحلوا الباب على اكثر من واجهه تخلي البلاد تروج اكثر للسياحه الصحراويه باكثر من طريقه وخاصه السياحه الميكانيكيه اللي بدات تتحرك من موسم لموسم في الجنوب التونسي. خليكم تعيشوا مع تصاور المزيانه قبل ما نرجعوا نكملوا لاسيسيو غوت نتاع لا بي ام دبليو في اس 1000 ار في سبيسيال موتور نتاع الجمعه هذه.
اليوم باش نقدم لكم لا بي ام دبليو اس ميلارير 2018. الموديل هذا خرج عام 2009 وحسنت فيه بي ام دبليو من كل النواحي، موتور اي استيتيك. الموتور اللي فيها اورو 4 فيه 200 شفو، موتور هذا من اقوى ما فهم في المارشي دي سبورتيف. بي ام دبليو خدمت برشا على الموتور هذا اون 4 سيلندر، فيها ان كادر اون الومنيوم، ان ريزيرفوار 17.5 لتر، هوتور دو سيل 815 ملم، فيها كان 200 كيلو. Boîte de 6 rapports secondaires par chaîne, fait à fourche avant inversée avec 46 mm, deux disques avant 320 mm et un disque arrière à 220 mm. BMW Kema Audetna, bête technologie MTHA, est livré à 3 modes de pilotage, Road, Rain et Race, complété par un ABS Race. Un contrôle de traction avec détecteur de prise d'angle, l'assistance de pilotage aussi, comme le Launch Control. Deux modes de pilotage supplémentaires comme le Slick, l'ABS Pro, l'anti-blocage des freins, et des aoun barcha fil freinage le qui. Esthétiquement, BMW badlet les optiques, hatat le capot de sel en série, shifter pro, FHZ des poignées chauffantes, régulateur de vitesse et les commandes réglables HP en option. كما تشوفوا اليوم حابين نوريكم الفرق بين لا بي ام دبليو اس ميلير اس ميليكسير و لا اس ميلير. لا اس ميلير فيها موتور 260 شفو خرجت عام 2014، سي لا كونكورونت دو لا كي تي ام 1290 ار و لا ياماها ام تي 10. لا اس ميلير فيها 3 مود دو كوندويت، رود رين و ديناميك، ان ابي اس ان سيري. البيرفورمانس نتاعها اون ديري اون اس ميلير ار، سوف كو نيرسا كيلكو شفو. موتور هذي فيها 207 كيلو، ان شاسي اون الومنيوم، ريزيرفوار 17 لتر، فورش انفيرسي، ديسك دو فرين 320 ملم، اي على الاريير 220 ملم. ان امورتيسور دو ديريكسيون اون سيري، مي المنصوح بيه، دو بريفيرونس نبدل الامورتيسور دو ديريكسيون اولينس. لا اس ميل اكس ار هي الموتور اللي حبوها برشا بور لي فواياج. موتور هذي تري كونفورتابل، فيها بوكو داسيستانس الكترونيك، استيتيكمون فيها اون فاساد فوتوريست. Avec une option à LED. Kima tchoufou, la S1000XR fait les valises en option, crash bar et les cachemins aussi en option. Management koulou ken hedi le moteur li yhalmoubeha les motards fil voyaget, fait une sensation sportive, sauf que heya on dirait un maxi trail. La S1000XR fait le confort, stabilité et un espace pour le passager, une puissance de 160 chevaux. حلقتنا محمد السبيسيال اليوم، شنو تنصح العبيد اللي قاعده تفرج فينا اللي مغرومين بالموتورات؟ انا نجم ننصح كان العبيد اللي يسيسروا روحهم يلبسوا ليكيبمون كوم يلفو، الكاسك اوبليغاتوار، ليكيبمون دونك يحترموا علامات اشارات المرور. ونزيد نقول للعبيد اللي بالكرهب يلزمهم زادا يقدروا لي موتار اللي بداوا في الكيس، دونك ما يعرفوش اللي فما سرعه اكثر من السيارات، دونك ينتبهوا برشا للي موتار، برشا اكسيدونات صارت عليهم، دونك هذا شنو نجم باش ننصحهم. سورتو اللي ما عندناش باساج سبيسيال للموتورات كيما البر. ما عندناش باساج سبيسيال، ما عندناش حتى وين نحطوا موتوراتنا هنا في تونس، حتى في مازالوا الموتورات ما عملهمش بلاصه باهيه في القوانين نتاعنا وفي الكيس اون جينيرال. داكور. هكا حلقتنا اليوم وفيت سبيسيال موتور، ان شاء الله تكون عجبتكم، موعدنا كالعاده لحد جاي مع 8:30 على قناه الحوار.